أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالانتصار الثاني الذي حققه فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، حيث تمتلك المملكة رعاية رئيسية للفريق بالاستحواذ على 20%. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز باريس اف سي على فالنسيان بهدف نظيف في الجولة الثانية يؤكد طموحات العالية التي يمتلكها الفريق بالمنافسة القوية على تحقيق أحد أهم الأهداف، وهو الصعود لدوري الدرجة الأولى الموسم القادم، مبينا سموه أن الفريق الذي يتصدر الدوري الآن يمتلك إمكانيات عالية ولاعبين مميزين قادرين على تحقيق الأهداف. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن وجود اسم فيكتوريوس البحرين على قميص اللاعبين يعد مكسبا كبيرا للترويج لمملكة البحرين، حيث ستزداد الأنظار بشكل لافت على اسم المملكة، وسيزيد بتجسيد الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تشدد على أهمية استغلال كافة الفعاليات وتواجد اسم المملكة في المحافل الخارجية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الدور البارز الذي تقوم به إدارة باريس اف سي بتهيئة الأجواء المثالية للفريق قبل المباريات، والذي ينعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب، مبينا سموه إلى أن الإدارة الجديدة للنادي ستساهم بمواصلة تحقيق النتائج المطلوبة وتحقيق الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام فريق أمينس اس سي التي ستقام يوم السبت 12 سبتمبر القادم. وحقق فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين فوزه الثاني على التوالي في الدوري، حيث فاز على فالنسيان بهدف نظيف جاء عن طريق اللاعب جايتان لايورا في الدقيقة 47، ورفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب.